صف انت يمشي الرئيس والله طائف اللي تجعل الله سبحانه وتعالى العباد هو هذا اللطف هذا اللي نزل هنا في هذه الكارثه اللي كانت بروان مزين وهذه تتعد من ثالث كارثه بروان مزين لان كان قبل منها بهذه الطريقه اللي كان تم الاصلاح ديالها ديال هذه الشركه اللي هي من فاس اللي كنا تنعتمدوا عليها وقلنا بان الشركات الممتازه وللاسف الترميم ديالها ما كانش بالمستوى الله اعلم شنو كان فيما يخص هذه الواقعه هذه الحمد لله ونشكروه ان كانت ضرر وفيه لطف لان كانت تكون كارثه اولا ديال الخدامه لان ثلاثه الخدامه كانوا فوق السرير وجاو يلتحقوا باللول اللي هو الضار حتى طاح داك السي فجاه لان السرير ما كانش هو هذاك الله اعلم وحتى في البدود ديال لان احنا من السكان المجاورين لهذا المحل هذا اللي كان نادي واللي تم دابا الترميم ديالو ما كانش بالمستوى لان كنا تنسمعوا الترياب ما كناش نسمعوا الترميم الدقات كانت قويه وفكرتني انا بهذاك الردم اللي كان ديال اللي طيح لنا ثلاثه ديال الطيور في الوامزين الدار ديال بوينبا والدار ديال طاطا ميموس والدار ديال الطباخ عبدالله هذه فكرتني فيها بالنسبه كان شي خسائر في هذا هي خسائر ديال ماديه ماشي ماديه قد ما هي معنويه ان الناس كلها نهكت في هاد سميتها وتنشكروا السيد القايد والبومبيه رجال المضافي والسلطات المحليه كلها والامن انهم جاو بواحد السرعه فائقه ما كناش منتظرينها انهم حضروا ونقدوا المراه ديال الدار اللي رابت عليها لان راه طاحت هذاك السيد على واحد الدار ديال فاطمه نقدوها انا كنت حاضر ان ربي دال لطعيف ان خرجت من الدار ديالها سلمى بحال كي تيقولوا بحال داك بيضه وما اش نقول لك ما شاء الله وصل اللي نقدر نقول لك ان الكنسه سنه تمو بمدينته نادم من مراده ويديروا واحد السويبي كمواطنين وكفاعلين جمعويين وكمسؤولين انا ما تنطيح من قيمه حد ولكن هذا الحدث هذا تعطينا اليقظه ونتنبهوا لهذ الاعمال ولهذ الاشغال اللي هي كاينه وعلى سبيل الذكر في الابواب هذه عام ونص وهي مازال ما كملات راه خصنا نعاود هذا نداء للمسؤولين هذا نداء من هذا المنبر للمسؤولين اللي هما مسؤولين على مدينه الناس كسلطات وكمسؤولين مستشارين شكرا الوطن وخارج الوطن السلام عليكم من هذا المنبر تنشكروا اذاعه
الاخبار مكناس 24 اللي كتظهر على هذه المشاكل هذه اللي كنعانيو منها في المدينه القديمه وكنعانيو منها قاطبه. هاد المشكل هذا اللي وقع اليوم تاع الدار هذه اللي السقوط هذه راه ديجا ديكلارين بها. حنا درنا اجتماعات مع سعاده القايد، جمعنا العمران الناس اللي مكلفه بهذه الديور الايله السقوط، هضرنا معاهم والتزموا قدر سعاده القايد، جمعهم اكثر من 6 المرات درنا اجتماع وجمعهم ووعدونا بانهم غادي يحقوا لنا المطالب ديالنا في الديور اللي دايره للسقوط في المدينه قاطبه. وقلتها لهم وقلت لهم راه الشتا جايه وراه غادي تلقاو مشكل، اللهم بادروا بهذه المنازل الايله للسقوط. الناس ما تصنتت الناس، سعاده القايد داير المجهود ديالو كيجمعهم التزموا قدامه، خصناو الوراق خصناو كل شيء، ما شفنا حتى شي حاجه من هذا. الناس ديال الاراضي موفات بالوعود ديالها، راه خدامه في المدينه القديمه. الحاجه الوحيده اللي ما بغاتش تجاوبوا معنا هما العمران، ما عرفناش علاش. الرحمن الرحيم. هكا واحد الخطاب. المسؤول اللي كان السقوط ديال الخطاب الجانب منه هذا الشيء وقع في اطار واحد الترميم اللي كيدخل في اطار برنامج ديال تاهيل المدينه القديمه. الحمد لله ما كانتش خسائر بشريه، كان خسائر طفيفه طفيفه جدا. كان واحد الصوت كان فيه واحد الترميم نشد شيء طاح به. مره اخرى خلينا نطمن الجميع انه الحمد لله ما كانتش خسائر. اللي بغيت نقول كذلك انه الترميم ديال الدور القديمه يعني هذا الخطر هذا وهذه الافات هو محتمل. طبعا الاجراءات كلها كتقاد، فكذلك بغيت نقول بانه غادي يكون واحد التخييم لما حدث اليوم باش ما يبقاش يتكرر، باش ما يكونش واحد يعني واحد الحدث مماثل وما يكونش يعني خسائر. والحمد لله مره اخرى انه ما كايناش خسائر بشريه، باش مره اخرى نطمئن السكينه. كذلك يوم غد الصباح ان شاء الله غادي تكون واحد الجنه اليقظه اللي غادي تدخل لعين المكان باش غادي تشوف الاثار ديال السقوط ديال هذا الجانب الدور النسوي على الديور المجاوره، باش نعرفوا شنو هو الاثار، باش يعني يكون عندنا واحد الاستباقيه. اذا كاين قرارات خصنا ناخذوها خصنا ناخذوها في الوقت، ولكن مره اخرى بغيت نكون ساكن الحمد لله انهما ما طرا باس والامور كلها يعني هي تحت السيطره. وبهذه المناسبه بغيت نشكر السلطه على راسها السيد عميل صاحب الجزيره على عملات المكنات اللي يعني كان محتويه شامله. جميع السلطات هي واقفه معنا باش انها ان شاء الله نفوتوا هذه المحنه هذه ان شاء الله نتمنى انها تكون مشتركه. شكرا سيد الرئيس. حاضرين وكذلك رجال الوقايه المدنيه يعني الاستنفار كبير فتحتنا هذه هنا بالمدينه الحقيقه كما تشاهدون هنا المشاهدين.